أكلهم زي العسل ونفسهم في الطبخ أحلى من 100 ست بيت، والكل نفسه ياكل من إيديهم، والستات كلها بتتعلم منهم ومسكوا ملايين من ورا الأكل. أسرار لا تعرفها عن أغنى 5 شيفات في مصر. الأول الشيف شربيني بابا الشغلانة، اسمه الحقيقي عبد السميع، 50 سنة في المجال ووارث الشغلانة أبا عن جد. وجده كان في حاشية الملك في الثلاثينات، وكان واحد من أهم الطباخين في عصره. ولما الملكية اتقلبت لجمهورية ورث أبوه الشغلانة وبقى طباخ في وقت حكم عبد الناصر والسادات لحد ما خلف عبد السميع. ومن صغره كان بيحب الطبخ وشرب أصل الشغلانة منه، ومن عمر 12 سنة والشيف الشربيني بيطبخ، وكان بيروح مع بابا الشغل وتعلم منه كل حاجة. ولما كبر وبدأ يدخل في المجال وكان بيخلص مدرسة ويروح يطبخ في البيت. ولما وصل سن 24 سنة اشتغل في الهيلتون، وفي أول مقابلة طلبوا منه يقطع شوالين بطاطس وبصل لحد ما إيده عبت مية من كتر مسكة السكينة. ولما وصل للمرحلة الأخيرة طلبوا منه يعمل غدا ل 12 شيف، وأول ما داوا الأكل من إيده وافقوا على تعيينه فورا، وكمان عينوه رئيس قسم مرة واحدة. وكان أصغر شيف يشتغل في الفندق، وأول مرتب خده كان 300 جنيه وزودوا له 50 كمان عشان المواصلات. وبدأ مسيرته لحد ما بقى يطلع في التلفزيون على قناة الحياة، وبسبب طريقته وأسلوبه عمل قاعدة جماهيرية كبيرة قوي، والكل بقى يستنى وصفات أكل من الحلقة للحلقة، وكان بياخد أجر كبير جدا. وبعدها وصل لقناة سي بي سي سفرة وكمل المسيرة فيها. والشيف الشربيني شعاره الضمير والأمانة والنظافة قبل أي حاجة، وإن اللي بيحب الشغلانة الشغلانة هتحبه وهيبقى نمبر وان فيها. اللهم لا حسد، ثروته بالملايين وعنده مطعم كبير. والتاني بالوراثة علاء الشربيني ابن الشيف الشربيني، مواليد 87 وتربى في الشرقية وقضى نص حياته في ألمانيا. ورغم ان ابوه اسطوره الاكل في مصر الا انه اتعلم الطبخ على ايد الست والدته، وبدا وهو عمره 12 سنه يدخل المطبخ ويخترع اكلات. واول ما وصل 17 سنه ابوه خده يشتغل معاه في الهيلتون. وفي بدايه شغله كان بيتحارب من اعداء والده في المكان، وعلاء كان شاب صغير بيقبض مرتبه ويجري يتفسح في شرم الشيخ زي اي شاب في سنه، ده غير ان باباه كان مدلعه على الاخر. فبدات الشكاوى تكتر بسبب الغيابات والتاخيرات المتكرره. ولما الموضوع وصل للشيف الشربيني حصلت بينهم مشكله كبيره وصلت للرفض، والشيف الشربيني طلب منه يقدم استقالته فورا وبعته شرم الشيخ يتعلم في المطاعم اصول الطبخ واللغات والسياحة. وأول ما جهز بعته على ألمانيا، وهناك اتعلم أصول الشغلانة على حق، وبقى شيف زي الكتاب ما بيقول. ولف على دول كتير زي الكويت وإيطاليا لحد ما شرب المهنة، وساعتها رجع على مصر وبقى رقم 2 بعد أبوه. علاء الشربيني مش بس بينطبق عليه مقولة ابن الوز عوام، ده قدر يعمل لنفسه مدرسة خاصة في تقديم البرامج، ويدخل أفكار جديدة زي إنه يجيب ستات بيوت يطبخوا على الهوا، ومرة يجيب أطفال، ده غير إنه خد لقب جابر الخواطر بعد ما بقى يستضيف ذوي الاحتياجات الخاصة ببرنامجه، وحقق نجاح كبير لدرجة إن أبوه قال محدش بينافسني في مصر غير علاء. وبسم الله ما شاء الله عنده مزرعة خاصة ما تعرفش تجيب آخرها. والتالت يا جماله يا جماله الشيف حسن صاحب تكاته وحركاته، 25 سنة طبخ وأقوى وأشهر منافس للشيف الشربيني. كان نفسه يطلع طيار وقدم في الكلية الجوية، لكن حلم الطبخ كان في دماغه، وكان عاوز يقدم في سياحة وفنادق، وأهله كانوا رافضين وقالوا له هتسيب حلم الجوية وتشتغل طباخ. وحسن عمل اللي في دماغه وقدم في سياحة وفنادق واتقبل واتخرج سنة 1980. وأول ما اتخرج بدأ يسافر ويلف العالم كله ويعرف أسرار أكلات كل بلد وطريقتها، ويضيف هو عليها حاجتين تلاتة ويعمل منها اختراع من عمايل إيده. ومن حظه الحلو اتعرف على طباخين فرنساويين من أيام الخديوي إسماعيل، وعلموه حاجات كتير جدا بعد ما اشتغل معاهم في فندق كونكورد المطار، وهم السبب الأول في حبه وعشقه للمطبخ. وبعدين راح اشتغل في فندق سونيستا طابة، وده كان وش الخير عليه وفتح له سكك كتير في مجالات الطبخ، وتعرف على الفضائيات. وفي الأول كان بيقدم برنامج حلويات، وبعدين حلو يا حلو مع الإعلامي شريف مدكور في شهر رمضان. بعدها رشحوا البرنامج من كل بلد أكلة لحد ما وصل لأشهر برنامج طبخ في مصر أكلات وتكات على قناة الحياة. والشيف حسن شاف ان الراجل اشطر 100 مرة من الست في المطبخ، وان اساس الشغلانة هو الراجل، لانها بتعتمد على احساس ورؤية مش طعم وخلاص.
أما بقى عن جملة يا تكاته يا حركاته، فالشيف حسن بيقول إنه كان جاب مخرج رياضة يصور الأكل عشان يطلع الوصفة زي ما بيطلع تفاصيل الكورة، وبدل ما يركز على وشي يركز في مقادير الأكلة. ومن هنا جت كلمة السر، وهي جملة يا جماله يا جماله يا تكاته يا حركاته. والشيف حسن بيقول إنه أشهر وأهم واحد في مجاله، ومش شايف أي منافس ليه نهائيا. والرابع يسري خميس، أشهر شيف في الشرق الأوسط، هوايته الأساسية الرسم، وتخرج من كلية خدمة اجتماعية سنة 85، بعدها سافر على فرنسا يشتغل هناك، وبالصدفة اشتغل في مطعم واكتشف حبه للأكل والطبخ، وإن في موهبة إضافية عنده تاني هو ما كانش واخد باله منها، فقرر يعمل ميكس بين الفن والأكل. بالحقيقة إنه قال الاتنين بيكملوا بعض، ولما أتقن المهنة رجع مصر وبقى يعمل أكلات ووصفات غريبة جدا، لدرجة خليته يطلع على التلفزيون في قناة النيل وبدأ يعرض لجمهور وصفاته الجديدة والعصرية وقتها. ورغم كده إلا إن الشيف خميس فضل محافظ على هوية الأكل المصرية وحاططها دايما في حساباته، واللي ساعده في كده هي زوجته اللي وصفها إنها أشطر طباخة شافها في حياته، وده لأنها اتعلمت الطبخ على إيد والدها اللي كان شيف في وزارة الخارجية، ودايما بياخد رأيها وبيستشيرها في كل حاجة، وهي أهم وأكبر ناقد ودعم في حياته. والشيف خميس بيعتبر نفسه بيتوتي جدا، ومعظم الوقت مقضيه مع مراته وسط عياله، وكمان بيطبخ معاهم لكنهم بياكلوا من إيد والدتهم أكتر. أما الخامس والأخير، الشيف محمد حامد بيحب الطبخ من وهو صغير، والسبب إخواته الشيفات محمود وبليل، فدخل معهد فندقي وبدأ من تحت الصفر في مخبز في ميت غمر، وكان أول شغل في حياته، بعدها سافر لفرنسا واشتغل في أشهر محل حلويات هناك مع أكبر وأهم الشيفات الموجودة في فرنسا، وتعلم كتير منهم لحد ما شرب الصنعة، وسافر للسعودية ودبي وبقى من أشهر شيفات الحلويات في مصر، وبدأ يظهر على الشاشة ووشه واسلوبه وطريقته بيخلوه يقدر يوصل المعلومة لستات البيوت بالطريقة المظبوطة، وفضل 3 سنين يطلع على التلفزيون في ليبيا وعمل قاعدة جماهيرية كبيرة هناك، ولما رجع قعد 2 سنين يطلع مع الشيف حسن على قناة الحياة. انتوا بقى قولوا لنا مين اكتر شيف بتحبوا تتابعوه وتتابعوا برامجه؟